السلام عليكم. اليوم حنتكلم على البودي بلات. ايش البودي بلات؟ البودي بلات هي رسمة بنمثل فيها الفيز والماجنتيود فيرسز الفريكوانسي. عادة الماجنتيود بيبقى ان ديسيبل دي بي، الفيز ممكن يكون ان راديان او ديجريز، والفريكوانسي بتبقى ان هيرتز او ان راديان. بس بتبقى ايش؟ هذه حاجة مهمة، بتبقى space in log scale، يعني log scale مسافة بين 1 لـ10 زي المسافة بين 1000 و10,000. يعني الأس، نعتبر الأس 10، 10 أس 1 هي المسافة اللي بتفرز بين كل frequency والتاني. يعني المسافة بين 1 لـ10 زي من 10 إلى 100، زي من 100 لـ1000، زي من 1000 لـ10,000، زي من 10,000 لـ100,000، زي من 100,000 لمليون، نفس المسافة الموجودة. فهي عبارة عن صندوقين. طب ايش بتمثل هاي؟ انا لما باجي بطلع عندي للترانسفر فانكشن او للموجود عندي، بتمثل لي يعني لما بدي اطلع على الجي اوف زي، اللي هي بتمثل النومريتر على الدينومينيتر. النومريتر هذا هو عبارة عن بولز زيروز، وهذا عبارة عن ايش؟ بولز. فالزيروز والبولز هدول هم اللي انا بدي بطلع عليهم في هذا المكان. الآن لما يكون عندي سيمبل، الرسمة سهلة تبعتي، لما تكون كومبلكس، وهذا حنتطرق عليها، حنتكلم عنهم، بصير أكثر صعوبة في الرسم. فأنا بمثل الآن الماجنتيود والفيز versus الفريكوانسي. هذه من أهم الخطوات اللي أنا بطلع فيها بالنسبة ل يعني بالنسبة إلي للبودي بلوت. فهي حاجة بتمثل الفريكوانسي ريسبونس أو الفريكوانسي ستيت للسيستم. والفريكوانسي عندي للسيستم هي من الشغلات اللي بطلع عليها. طيب الآن أنا بعرف الهايس فريكوانسي عندي في عالم الديجيتال قديش؟ باي. الآن الفريكوانسي اللي بعد باي بيصير لها ايش؟ اليسينج. وبصير هنا عندي إشكالية. لهذا السبب لما أنا بدي أتكلم على البود بلات أي ديجيتال سيستم أو ديسكريت سيستم، فأنا بعد باي باخد garbage data. فلهذا السبب أنا بشتغلش عليها في عالم الديجيتال، بشتغل عليها دائما في دومين جديد بسميه ال W دومين. والدبليو دومين جاي بين ايش؟ الانالوج والديجيتال، له نفس خواص الموجود عندي. وعندي الدبليو بتساوي عندي او الدبليو هي عندي بستخدم الباي لينير ترانسفورميشن. الترانسفورميشن اللي اصل عندي، وعندي لما بدي اوصل هناك الزي بدها تساوي هذه دبليو بلس تي على 2. كويس هيك. او الان لما بدي اسويها، خليني بس كلير شوية. اوبس، هذا هاي الدبليو
بدها تساوي 1 بلس تي على 2، لساتني الزي بتساوي الدبليو الزي بتساوي 1 بلس تي على 2 في الدبليو على 1، حسن مهاراتنا في الكتابة في الخط تبعنا، على تي على 2 في الدبليو. الآن وين في زي بعوض بدالها، فبتعطيني السيستم في الترانسفر فانكشن عندي بتبقى على شكل دبليو. طب ايش اللي ممكن يكون عندي؟ في عندي الزيرو زي ما حكيت، والزيروز لو كانوا سيمبل بدي يعطيني دبليو بلس اي اللي عندي، هاي السيمبل. الكومبلكس بدي يعطيني دبليو سكوير بلس او هنا بلس اي سكوير الموجود عندي. طبعا هنتكلم لما تكون هذه بالماينس ايش بيعني، او W والA عندي هنا ممكن تكون أكبر من زيرو أو أكبر أو أصغر من زيرو، يعني بالنيجاتيف هاي. وفي عندي ممكن يكون عندي زيرو على شكل سيمبل اللي هو إيش W. نيجي طيب لما نيجي نطلع عليها إيش هاي، كل زيرو أو بول أو بالأحرى نسميها بالعام بنعم على اثنين، كل روت عندي له contribution في حارة الفيز وفي حارة الايش الماجنتيود. طيب في حارة الفيز نيجي نطلع عليها، لو كانت عندي في الزيرو هاي الدبليو، الدبليو عندي في حارة الماجنتيود هاي اللي عندي ات واحد، بعطيني خط زي هيك كويس اللي عندي، هذا الفيز اللي عندي الكونتريبيوشن عندي بتعطيني اياها 20 دي بي بير الدكيد، بعطيني هذه لا الزيروز طبعا، والفيز بعطيني انجل بتساوي ايش هذه باي على 2، هذه لا لما W بتساوي 0. طيب الآن لو كان عندي بيختلف شوية، لو كان عندي W plus A والA عندي إيش positive، إيش هذه at A باخد هنا هاي 20 هذا سلوب بلس 20 دي بي بير دكيد، وهذا ستارت ات ايش اي. طب الفيز تبع هذا الفيز ببدا ادكيد بفور وبنتهي ادكيد افتر، يعني هاني ببدا من بوينت واحد اي وبنتي هاي الاي اللي عندي وبنتي عند 10 اي. هذه طبعا الرسمة الدقيقة، هذا بيجي الخط زي هيك وبهذه الطريقة، وهنا عند اي بتبقى عندي at 3 dB، بس احنا بنعملها هذه عشان السكاتش وتبين هاي. الماجنتيود نوعا ما بعطيه يعني طبيعته لينير، الفيز طبيعته نون لينير، فانا الرسمات تبعت الفيز تحكيش اي حاجة عن هاي، بس هذا الرسم تقديري. هاي عند 90 درجة بعدها السلوب عندي بيصير زيرو، وهنا عند 10 بعطيني هنا السلوب عندي 45 degrees أو باي أوفر 4 عبير الدكيد اللي عندي، يعني هنا عند A تقريبا بيبقى عندي إيش 45
ديغريز الفيز الموجود عندي. طيب لو كانت A بالنيجاتيف، يعني A هنا less than zero، ايش اللي بحصل؟ هذا الاسلوب بدل ما يكون في هذا الاتجاه بيبقى بالسالب، يعني بيبقى هان ببدأ من بوينت واحد عند المية، هيعطيني ما عند العشرة ايه، هيعطيني ايش؟ ناقص 90 درجة. الاسلوب اللي عندي هيكون ناقص 45 degrees per decade، هذه لو كانت بالسالب. لو كانت complex w squared plus a squared، ايش اللي حيطلع عندي؟ بالماجنتيود سهلة نوعا ما، خلينا نقول هاي من حتعطيني هذه دبل ذا سلوب، هذه حتعطيني 90 او 40 dB بير دكيد، بس الشكل اللي عندي حيعطيني في حاجة بسميها هنا، هتيجي خلينا نطلع عليها. او هذه معكوسة، هتكون لو كان، طيب خلينا نرجع من جديد.